السلام عليكم، معاكم محمود. ايه يا معلم، ايه يا هانم، زعلانين ليه؟ مزعلين الناس منكم ليه؟ بنات كتير تشتكي وهي بتدرس في اوكرانيا ان زميلتها من بلد مش عارف ايه بتغير مني، بتحقد عليا، بتضايقني، بتعمل فيا مقالب واسفين وزنب. زنب جمع زومبا، اعملها بالنون بالميم، زومبا زنبا زي ما انت عايز، بس المهم في زنب، في خوازيق، في حاجات بتحصل من رفيقات السكن. احيانا بيكونوا ساكنين في شقه مش في السكن الجامعي، ويحصل مقارنات تقول الى مشاحنات، والمشاحنات تبدا تكبر وتبقى شكاوى لجهات معينه، فالبنت تتضر. وفي عمركم سمعتوا عن بنت او شله مجموعه بنات اتفصلت من جامعه في اوكرانيا؟ حصل، لأول مرة أنا أسمعها أنا شخصين، بس فصلت مجموعة كده قالوا أنتم مشاغبات ومش عارف إيه. طبعا نصهم تقريبا، يعني ما أعرفش هم كان عددهم يمكن 6 أو 7، نصهم ما لهمش ذنب، أكاد أزعم إن ما لهمش ذنب، ما لهمش دعوة بأي حاجة، بس السيابة عم أنتم كمجموعة مشاغبين، في شكوى ضدكم، فالجامعة قالت مش عايزين صداع، افصل. وحصل اللي حصل. المشاحنات يعني عشان نجتثها من جذورها من العمق خالص، طب من البداية ما اللي يشحن معايا، طب ما ردش عليه، لان انا لا اضمن قدراتك يا انستي الكريمة في المستقبل، ان انت لما يتصعد الموضوع هتقدري تصمدي، هتقدري تنطحي راس براس، هتقدري تعملي شكوى مناظرة، هتقدري تتكلمي بالاوكراني او بالروسي في قسم الشرطة مثلا لو الموضوع تصعد للشرطة، هتقدري تعمل الحاجات دي؟ الاجابة احيانا لا. فعلشان احنا ما عندناش نفس طويل، مش بقولك انك تبقي حيطة مايلة او ضعيفة او مغلوب على امرك، لا ابدا، عمري ما في القناة ولا مرة قلت لحد امشي جنب الحيط ولا طنش ولا فوت، لا دايما اقولك اللي يغلط اشتكيه، اللي يتجاوز في القانون اشتكيه، حتى لو كان عضو شرطة، حتى لو كان عضو هيئة تدريس، حتى لو كان وده قانون البلد اللي انتوا عايشين فيه. يعني لو كلفتي خاطرك وفتحتي مثلا موقع brava.ua.ua وفي موقع كتيرة للقانون أو الدستور الأوكراني، ونشوف ترجمي بالجوجل وهتعرفي قانون والحقوق والحاجات دي. هتقول ده أنا أجنبية وما ينطبقش عليا الكلام ده، القانون ده ينطبق على هذه الأراضي، على الأراضي الأوكرانية. يعني بمعنى بسيط مبسط جدا، أي حد من الهيكل الإداري للدولة بيغلط بيتجاوز القانون، ليه قانون بيشغله. تجاوز القانون ده سواء بالإيجاب بالسلب، ساعد حد بالغلط أو مرديش يساعد حد بمخالفة القانون، كده بقى خارج مظلة القانون، يبقى يحاسب. أحيانا بيبقى فيه رقابة داخلية، وأحيانا بتكون رقابة من جهة خارجية. ملناش دعوة بالأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية، احنا لينا دعوة بحقوقنا، حقوقنا ان احنا نشتكي في الوقت المناسب بالدليل المناسب ضد الشخص المناسب، ما تكونش شكوى كيدية وتكون حقيقية، لان الشكوى كيدية ممكن تيجي عليكي وبالا سيئا جدا. مسألة المقارنات عموما بتحصل، والمشاحنات والحاجات دي بتحصل حتى ما بين الشباب والرجالة، مع انها خصلة للأسف نسائية، ومش اي نساء، نساء من اللي هم تربيتهم نقص شوية او عندهم قلة. يعني في ناس بتبقى متربيين حياة فقيرة وبسيطة ولكن عندهم عزة نفس، زي اوكران وروس كتير، ما بيبصوش لحاجة غيرهم، ما بيشوفوش غيرهم عامل ايه ولا عنده ايه. انا هعزيكي في ايتها الانسة الكريمة او الاخ الكريم الراجل المحترم، هعزيك في المشكلة والازمة اللي انت فيها. هقولك ليه، لانك انت لو هب ان شخصا ما، زميل او زميلة او كده، غارت منك وحقدت عليك واتريقت عليك، تمسخرت عليك وقالت مثلا انت ده ما بتعرفش تلبس، او مثلا دي مثلا بتاعه رجاله، دي بتعرف رجاله، بتشن عليك يعني، فانت سكتي، مش هرد عليها بقى، لان ايه المجنونه دي، انا ما بخرجش اصلا من السكن، ويعني وبلبس، يعني تقول لها مثلا ايه اقل حاجه بلبسها، الكاب مثلا ولا الجزمه ولا الشوز ولا الشنطه اللي بجيبها، اقل حاجه بتمن هدومها كلها في شهر يعني مثلا يعني، فايه البنت القليله في القيمه والقامه دي اللي بتتقاول عليا؟ فتلاقيها ايه يعني، هؤلاء هن يعني
بيبقوا عندهم نقص، ومش بس نقص في المقتنيات، لا نقص كمان في الاخلاق وفي طريقه التعامل المجتمع. فسيبنا منهم، مش هنشتم فيهم، استغفر الله العظيم، مالناش دعوه. فلو صبرت انت وسكتي وتركت هؤلاء يعوينا يعني بعيد عننا وعملت مش سامعاهم، مع الوقت ستفاجئي سبحان الله انهم بيقلدوكي او بيقلدوك. ازاي يعني؟ تعمل تسريحة شعرك، التحجيبة بتاعتك تلاقيها بتقلدها، بتجيب نفس الالوان اللي انت بتلبسيها، تلاقيها بتلبس قمصان زيك او بلوزات زيك. ايه ده؟ مش انا وحشة وما بعرفش البس، بتقلديني يعني؟ ففعلا لو صبرت شوية هتلاقيها تفضل تهاجمك، وبعد كده تلاقي الموضوع ما فيهوش لازمة وتغتابك كتير، وبعد كده مش جايب نتيجة، لان برضو انت بتتجاهلي، لان ناس بعيد عنك خالص، انت واحدة محترمة وهي واحدة مش محترمة، واضح جدا في الاسلوب والتعامل. فنوصل لنقطه ايه اللي خلاص انت مش قادره تصبري، فاقول لك اصبري كمان يوم يومين اسبوع. بعد اليومين يومين اسبوع اللي انت صبرتيهم زياده عن طاقتك، انا عارف، هتفاجئي ان فلانه دي بدات تسكت وبدات تقلدك وتمشي في راكبك وتتكلم حتى زيك، وحتى يعني في رايها في مواضيع كان بشكل مختلف اصبح بشكل زيك او زي رايك،